كابتن اسامه كلمنا على دور الجهاز الفني الفتره اللي جايه، عايزين نتكلم على دور لعيبه النادي الاهلي وبخاصه اللعيبه الكبار الفتره اللي جايه ان شاء الله. اللعيبه الكبار عندك زي محمد الشناوي، عندك زي وليد سليمان اللي بره الفريق دلوقتي ومصاب، عندك زي عمرو السوليه. اكيد اللعيبه الكبار ليها دور في لما يبقى عندك لحظه صعبه، ازاي تلم الفرقه، ازاي اللعيبه الجديده اللي ما مرتش بالظروف دي زي طاهر وزي محمد شريف زي بواليا اللي محتاج مسانده دلوقتي من اللعيبه زمايله، ازاي يبقى في تشجيع علشان يعني انت النهارده فريق واحد، فالنهارده مش فريق يعني ما بنلعبش لعبه فرديه، انت بتلعب لعبه جماعيه، فانت محتاج كل اللعيبه، محتاج اللعيبه اللي موجوده على الدكه. والنهارده واحنا بنشوف النهارده اللعيبه اللي بتغير المباراه اللعيبه اللي جايه من بره، محمد شريف ومروان محسن، فانت محتاج اللعيبه كلها، ازاي انت تلم الفرقه في وقت قصير، انت عندك ثلاث ايام، انت النهارده السبت خلاص، انت حد اثنين تدخل ثلاث معسكر عشان تلعب مباراه الاربع، صح. فانت الوقت ضيق. المدرب يعني من الصعب انك انت كل مباراه ثلاث ايام انك تقعد تصلح في الاخطاء، خاصه انك انت يعني لو عندك وقت اسبوع تقدر تشتغل اكتر، لكن النهارده انت الشغل يا دوب وحده تدريبيه واحده تقدر تصلح فيها الاخطاء، فلازم النهارده زي ما الكابتن عادل بيقول اللعيبه تجمع لها لقطات كده، راجل محلل الاداء، الفرص اللي ضاعت دي كل اللعيب يقعد مع نفسه، ازاي اشوف انا كنت المكانه بتاعتي انا واقف فين، طريقه انهاء الهجمه بتاعتي كنت بلعبها ازاي، ايه الطريقه المناسبه، كل لعيب لوحده يعني النهارده ما جمعش حتى لا، يبقى بعت لكل لعيب الفرص بتاعته اللي هو ضيعها، ازاي التمركز بتاعي، ازاي كنت افنشها بشكل افضل، طب القوه مناسبه، طب كنت اشطها زي بواليا ولا اركنها افضل، طب ده افضل اختيار، هو اللعيب يقعد يراجع نفسه صحيح، علشان حتى لو ما عندكش وقت انك تمرن في الملعب، ودي خاصه صحيح. انت النهارده ثلاث ايام ولا يومين دي وقت قصير، لكن النهارده خلينا برضو نقول ان ما زالت الفرص قائمه للعيبه النادي الاهلي باذن الله، الفرص قائمه بشكل كبير جدا، الفرص قائمه، وانا مش مستني نتائج الفرق الاخرى، لا النتائج الفرص قائمه وانا بايدي باذن الله، ولعيبه النادي الاهلي ما شاء الله احنا عندنا صحيح. فريق كويس، انت النهارده انت لسه من 3 4 شهور انت اللي كسبان البطوله التاسعه، هي صحيح. نفس اللعيبه وهي نفس الجهاز وهو نفس المدرب اللي خد صحيح. بطوله افريقيا، هو نفس المدرب اللي حقق بطوله الكاس، هو نفس المدرب اللي خد ثالث العالم صح. فالنهارده مش نتيجه مباراه نهدم بيها الدنيا كلها، لا بالعكس، انت النهارده ده وقت مسانده للعيبه، وقت مسانده للمدرب صح. خاصه النهارده المدرب ما هو نفس المدرب يعني النهارده موسيماني، خلي بالك حتى وانت بتتعادل النهارده الجماهير مش زعلانه على الاداء، مش زعلانه من لعيبه النادي الاهلي، هي زعلانه ان مباراه في المتناول وسهله صح. وانت كنت الافضل انك انت تتعادل مزبوط. هو ده زعل، ده صحيح. زعل، لكن ده طبيعي في الكوره وده موجود في الكوره، عنصر عدم التوفيق طبعا. ان شاء الله بنتمنى لعيبه النادي الاهلي الحاله المعنويه الايجابيه ترجع بسرعه، خاصه انت عندك ضغط مباريات، عندك ماتشين مهمين جدا بالزبط. ودايما المكسب هو اللي بيخرج الفريق وهو اللي بيديله الثقه صحيح، وان شاء الله زي ما قالوا نجومنا الكبار النادي الاهلي قادر ان يحسمها الفتره الجايه باذن الله.